شكرا سبيكر الله يعطيك خذ حق الصوت من شغاله كويس خلاص عنده بس ها اقول له الله انت ما وصلت للمكان ده انا اللي قلت بشغلها بيض الله هذا الرجال هذا قبله يلا هذه الكاميرا حلو انت ما وصلت هنا طال عمرك لبيت في البدايه تاهلت 300 رجال صح ولا لا اللهم لك الحمد والحين 60 هذا الحاله نجاح دامك وصلت للمرحله هذه ترى مقدمين معك الاف فيه واجد واللي يعرفهم انا بس ما عارف اللي يعرفهم يمكن يتعدون العشرة وانا اضحك ولا واحد من فيهم من قبل وصلت هنا هذا الحاله نجاح انت خلاص طلعت على الشاشه وشافك الجمهور وتعرف عليك هذا نجاح اللهم لك انقبلت ولا ما انقبلت امر المؤمن خيره في النهايه هذه تجربه انت قدمت اللي عليك واعدل لك اسامي واجد حتى معكم هنا في النسخه اثنين من اخويانا كانوا معنا عبد الله بن هادي وسلطان جلوي كانوا معنا في البزنس ورجعوا قدموا ولا فقدوا ولا مل اللي مكتوب لك بيجيك لو انك وين عندك حلال والله ان شاء الله انت من الخير ان شاء الله وننتظر ان شاء الله الدعم من الجمهور وان شاء الله احنا من الاولين تستاهلون باذن الله طيب كلكم اول شيء نسال الله ان الله يوفق الجميع يكتب لنا والجميع